السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم وهذه المجالس، وهي أشرف المجالس على الإطلاق. قال عمر بن الخطاب: مجلس واحد من هذه المجالس يكفر الله به 70 مجلسا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون فيه اسم الله أو يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة، والأهم من ذلك ذكرهم الله في من عندهم. نعم، اليوم إن شاء الله ختام الكلام في كتاب الفضائل عن فضل موسى عليه السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل موسى عليه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب. زهير بن حرب كما قلنا هو أبو خيثمة. طيب، أكثر عنه الإمام مسلم، وقلنا الإمام مسلم تكرار يعلم الشطار، صحيح ولا لا؟ هذا ليس من قول الإمام مسلم. الإمام مسلم أكثر عن ثلاثة، من؟ ها، أكثر في كتابه عن ثلاثة، هذا يفيد طالب العلم جدا. يا باشمهندس، عن يحيى بن أبي يحيى، أبو زكريا النيسابوري، وعن وأبو بكر بن أبي شيبة. طب والثالث اللي هو إيش؟ أبو خيثمة. قال: حدثنا حجين بن المثنى. وهذا من صدق الجهل الصحيح. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وهو أيضا كما قلنا جاوز الفطرة، وهذا من مسلم أيضا. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي. عن عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هرمز من ثقات الأثبات. عن أبي هريرة، وهو من أثبت الناس أيضا في من؟ في أبي هريرة، وهو الأعرج مشهور بالكنية. عن أبي هريرة. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فالسبعة المكثرون عن النبي وسلم سيدهم ورأسهم هو أبو هريرة، وكما قالوا أكثر علينا أبو هريرة، قالوا أكثر علينا أبو هريرة، وعند الله تجتمع الخصوم، والله الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم. وقال وصفا، قال: أما إخواننا المهاجرون فكانوا ينشغلون بالصفق تجارة، وأما إخواننا الأنصار فكانوا ينشغلون بالزرع، وكان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العلم لا ينال براحة الجسد، كما روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير قال: لا ينال هذا العلم براحة الجسد، وأيضا لابد فيه من الثبات واللزوم والصبر، لابد. فالإخوة اللي بتحتاج لتخفيف فيخفف عنهم بعد ذلك في العلم هو يكون خفيف الضبط أيضا، فلابد من الملازمة والمدرسة والممارسة وطول زمان والصبر على الأستاذ. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه. يعرض إيش؟ نعم، يعرض أو يعرض، نعم، سلعة. سلعة، نعم، سلعة، سلعة. كرهه أو لم يرضه. شك عبد العزيز قال: لا، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر. قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا. وقال: فلان لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لطمت وجهه؟ قال:
قال: يا رسول الله، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم قال: ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. وعن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. قال: فرفع المسلم يده عن عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبل أم كان ممن استثنى الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، وساق الحديث بمعنى حديث الزهري، غير أنه قال: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور. نعم، هات الحديث الثاني. نعم، الباب الآخر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع. محمد بن رافع مر علينا كثيرا أيضا من الثقات الأثبات، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وعبد بن حميد أيضا ثقة ثابت نبيل له تصنيف، هو أيضا من رجال الكتب الستة. قال عبد: أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. وهذا كما قلنا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يفرق بين اللفظين ويبين من قال أخبرنا من قال أنبأنا. طبعاً من اللطائف أن النسائي أو إسحاق بن إبراهيم ترى في صحيح مسلم وفي غيره إسحاق لا يقول إلا أنبأنا، لا يقول إلا أنبأنا. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق صاحب المصنف، وهو من الثقات الأثبات، فيه شيء من التشيع، رمي بشيء من التشيع، وكما قلنا عمي فتلقى بآخرة، لكنه في الجملة من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال أخبرنا معمر. معمر بن راشد، معمر بن راشد البصري. طبعا معمر بن راشد تعلمون أنه من البصرة، وأنه كان من ثقات الأثبات النبلاء، وهو فحل من الفحول لما نزل اليمن. هؤلاء عقلاء نبلاء، دائما تعرف النبيل إذا عرف قدر النبيل، يعني لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. والحق أن الله تعالى وسم أهل اليمن وقال: الحكمة يمانية والعلم يماني. وطبعا الحجاز اليمام، الحجاز من اليمن، قال: الحكمة يمانية واليمان يماني. لما دخل ونظروا فوردوا فيه الفحولة وأنه من الحفاظ، قالوا: اربطوه قيدوه. وقيدوه بإيش؟ بالزواج، فزوجوه فجلس. ولذلك العلماء قالوا بأن حديث معمر على مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة التوثيق، وهو أنه إن إذا كان باليمن ومعه الكتب فهذه من يعني من أثبت الأحاديث، وإن حدث بالبصرة حدث بإيش؟ حدث من حفظه، فيهم بعض الشيء. واضطرب في هشام، وأيضا هشام بن عروة، وبعضهم قالوا مضطرب أيضا في الزهري، وإحنا معين يرى أنه ثقة في الزهري والمسألة فيها نظر، لكنه في الجملة هو ثقة ثبت روى له الجماعة. عن ابن طاووس ثقة ثبت، وأبوه أيضا من الثقات الأثبات المشهورين من العلماء النبلاء من التابعين. عن أبيه، عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم مه
قال ثم الموت، قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة، ثم قال ثم مه، قال ثم تموت، قال فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. جزاك الله عنا خير. عندنا بابان الآن تأمل فضل موسى عليه السلام الكريم الذي فضله الله على العالمين بكلامه وبرسالاته، كما قال آدم في حديث حج آدم موسى، حج آدم موسى قال أنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وخط لك التوراة بيدي. من فضل موسى عليه السلام عندنا الحديث، الحديث الأول في الباب أنه تسب رجلان، رجل يهود يعرض سلعته ثم أقسم وقال ورب والذي فضل موسى على العالمين، فلما سمع الأنصاري هذا الكلام فلطمه وقال وتقول ذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، فلما ذهب إلى المسلم اليهودي كانت له حجة ولح، قال إني امرؤ إيش لي عهد وهذا حق والحق لابد أن تؤديه، ولو كان من أكثر أهل الأرض لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود وكان قد تعاقد معهم في خيبر على أنه يعني يصلحون خيبر وتكون المسألة على المشاطرة بينهما، فكان يبعث عبد الله بن رواحة للخرص فأرادوا رشوته، فقال إني جئت من أحب الناس إليه إلى أبغض الناس إليه، ولا يحملني بحبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم، فقالوا هكذا خلقت السماوات والأرض، يريدون الحق في الدنيا ما يريدون الآخرة، الغرض المقصود هذا هو العدل والحق، فذهب وله لحن يقول السلام إني لي عهد وهذا لطمه، لكن سنرى هل العهد منخرم أم لا. فقال له الأنصري إنه قال كذا وكذا، حينها غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوا بين الأنبياء، ثم ذكر فضل موسى عليه السلام أنه قال أنا أول من ينشق عن القبر، قال ثم أرى موسى عليه السلام ينفخ في الصور وأنا أول من ينشق عن القبر، قال ثم أرى موسى رأيته متعلقا بقوائم العرش، هو يقول لا أدري، هو أخذ بصعقة الطور عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال أن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة، فكان فزعا عظيما على موسى عليه السلام. يقول أخذ بهذه أم أنه هو قد يعني بعث قبلي، وهذه من الفضائل أنه الترتيب في الأول الله تعالى بعث أول وأكرم الخلق عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. هنا نقول أولا المسألة في مسألة عرض السلعة وأن الإنسان يعرض كيفما شاء، غلى السعر أو لم يغلى أو قلل من السعر الأمر إليه، ومسألة التسعير فيها نظر، وإن كان عمر الخطاب يرى ترجيحها من أجل اعتدال الأسواق بأسرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له وقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر، يخشى أنه لو سعر لهم ألزمهم بأمر، والأصل الأصيل في ذلك وافهم هذا وتدبر، والأصل الأصيل في ذلك لا يحل مال امرئ مسلم قط إلا عن طيبي نفسه حتى في البيع والشراء، فقال يعني لا يأتي يوم القيامة ويطالبني أحد منكم بمظلمة، إن الله هو المسعر، والمسعر ليس اسم من أسماء الله ولكنه خبر عن الله جل في علاه. فالمهم أنه لما أقسم الرجل أقسم قال والذي فضل موسى على العالمين، موسى عليه السلام له الفضل وله السبق، وموسى عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، وأقول بأنه ما من أمة دخلت في الدين ونجت مثل الأمة التي كانت تابعة لموسى عليه السلام، فأكثر الأنبياء تبعا هو من موسى عليه السلام، طبعا خلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمين، فلطمه ثم جاء نصر فلطمه وقال تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم في الحلول الأهم إيش
ثم المهم الأهم هنا الكلام على الأنبياء لا ينتقص من أحد من الأنبياء، هذا الأهم. لذلك هذا الماح والفات أو التفات يعني نلفت الانتباه إلى مسألة أعراض الأنبياء، مسألة أعراض الأنبياء. هنا الآن لليهودية حق والأنصارية أخطأ بأنه لطمه، وهذه معضلة لابد أن يحلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكلة لابد أن يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأهم على المهم، وهذا أصل من أصولنا. يبقى هذه أول المسائل الفقهية، تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. وأصله في أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال فليكن أول ما أنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. هذا الأهم، تقديم الأهم على المهم. لما جاء وتقديم الأهم على المهم، والذي أنجى الهدهد مع سليمان قال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، حط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هنا الهدهد ما قدم المهم الأهم على المهم. صحيح أنه قال وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. كيف نجيب عن هذا مع ان من الفتنه والفقه الهدهد كان من افقه الحيوانات، لانه ناجى بفقه، ولما تكلم مع سليمان تكلم بقوه حتى يقبل سليمان منه هذا الكلام. قال احط بما لم تحط به، صحيح احاط بعلم لم يحط به سليمان، لكنه لما تقدم او لما قدم الكلام قال وجدت امراه تملكهم واتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. نعم طيب نعم، انا الان ما هو الاشكال ما زال بقيا، انا هو الان احنا لابد تقديم الاهم على المهم واجب. احنا قلنا الان من الاصل تقديم الاهم على المهم واجب، فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله جل في علاه. الهدهد هنا كان فقيها جدا، لذلك نجا من يد سليمان، مع انه لما قدم قال وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء. قال اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء، قريب شويه مدرس اللغه العربيه. لكن ها يعرف عنها الان وعند يقدم احنا يعني نعم. ما هو هذا قول اللغه مدرس اللغه العربيه، بس هو هذا الذي قاله هو الان. هو اسمعوني، هو لم يقدم الى الاهم في وجهان هنا. الوجه الاول لما قال اني ولدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء، هو يهيئ سليمان لما سياتي في امر جلل عظيم، وهياك الان هذا الامر بوصف الحال الذي يعني سينبئ عن المقال الذي سياتي. فهيئ سليمان عليه السلام على وصف الحال حتى يجذب انتباهه لما سياتي، لانه لو صدر الباب بقول الامر المهم، طبعا مشارق الارض ومغرب الارض هنا الارض هناك من يعبد غير الله جل في علاه ويشرك بالله جل في علاه، اراد ان يصف الحال حتى يهيئ سليمان للامر الجلل الذي سياتي. والامر الثاني انه قدم الاهم، لانه بما قدم بان المراه تملكهم فقد قدم الاهم، لان خراب الخراب كل الخراب ان تقدم المراه ان تملك ايش؟ الرجال والامم. فهي اصلا يقول ان وسيله الشرك ان المراه هي التي كانت تملكهم، لذلك اطاحت بهم الى ان عبدوا الشمس، لكنها بعد ذلك لما كانت تابعه وصارت تابعه لسليمان جرت الجميع ايضا خلفها، فامنوا بالله جل في علا. الغرض المقصود اما ان نقول في التوجيه الاول انه قدم الاهم لكن قدم الوسيله، وانت حقا لا تدخل الى الباب الا بايش؟ بالطريق، فقدم الوسيله ليتهيأ الامر ايضا للامر الجلل. والامر الثاني انه اراد جذب انتباه سليمان عليه السلام ليعلم الامر الجلل الذي سياتي. انا اقول لك الان امراه تملكهم، انتبه سليمان، لانه غير معهود ان المراه تملك الرجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوما ولوا امرهم، لن يفلح الله قوما ولوا امرهم ايش؟ امرأة. فهو هيأ سليمان كأنه تهيأ أولا امرأة تملكهم، كأنه يقول خذ الأعظم. لما تهيأ قال له خذ الأعظم، امرأة تملكهم لا لا يسجدون الشمس من دون الله. إذا تقديم الأهم على المهم واجب، لذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحلول هذه المسألة الجلل لا تفضلوني على الأنبياء. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب لما قال لا تفضلوني على الأنبياء، أو قل تقديم الأهم هو الكلام على حفظ أعراض الأنبياء، لأنه قال قدم الأهم هي الأهم هنا، والكلام على حفظ جناب الأنبياء وحفظ أعراض الأنبياء.
ما أدري لما في الساحات نرى الاستهزاء ونرى التعريض بالكلام على الأنبياء موسى وعيسى قبل ذلك عيسى عليه السلام، ولا يحفظ جناب عيسى عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو من أولي العزم الرسل، ثم بعد ذلك الكلام أيضا بالتجرؤ على موسى بدعوة الحرية الشخصية، أو هذا لا يصح بحال من الأحوال. جناب الأنبياء جناب مقدس لا يمكن الإنسان أن يتعرض له بحال من الأحوال، لا سيما أن هذا الفات أيضا أو ألفت الانتباه إلى أن حفظ جناب النبي جناب الأنبياء بأنه كل نبي له تقديس معين، له احترام وتوقير وتعظيم معين، والتعريض بجنابه ممكن يصل الإنسان إلى الكفر. وهذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحد من هذا الباب، لا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض، لأن هذا فيه تنقيص، لأن فيه إلماح للتنقيص كما سنبين. لذلك حفظ جناب الأنبياء، وهذا أيضا يبين لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن من خاض في عرضه ما له إلا القتل، حتى لو تاب يقتل حدا لا يقتل، وهذا من ولي الأمر ليس من أي أحد آخر، يقتل حدا لا يقتل ردة، لكن لو سب النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فحده القتل دون حده القتل ردة، لا أنه يكون على الإسلام. فالأصل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سبته عبد الله بن خطر لما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بجاريتين تغنيان بالتعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ولما دخل مكة وأسطال الكعبة والحرم آمن، ومن دخله كان آمنا كما قال الله جل في علاه، ومع ذلك لما قالوا له عبد الله بن خطر يتعلق بأسطال الكعبة قال اقتلوه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني تكلم عن امرأة كانت تتكلم فيه أو رأى أعمى عند المرأة كانت تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المغول وقتلها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم دمها هدر. وأيضا أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على قتل كعب بن أشرف أنه كان يتكلم عن رسول الله. عبد الله بن أبي الصرح لما تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب له الوحي، ثم ارتد ثم رجع إلى مكة وقال ما كان يدري محمد صلى الله عليه وسلم ما يكتب له، أنا الذي كنت أكتب له. لما جاء يبايع ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، حتى دخل عثمان يعني يعاود ثم يعاود ويقول ابن عمك ابن أخيك جاء ليبايعك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقبض عنه ويقبض يده عنه حتى بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للقوم أما منكم الرجل الرشيد رآني أقبض يدي عن مبايعته، فقام فقتله، وهذا لحفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك باتفاق الأمة أو باتفاق المحققين من الأمة بأنه لو تاب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تاب ولي الأمر يجب عليه أن يقتله حتى لأن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو في حق الله لو سب الله وتاب فهذا يترك ولا يقتل، لأن الله تعالى بين أن الأصل في حقه إيش؟ المسامحة سبحانه وتعالى. فعلا أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري أسامح أم لا، يعني عبد الله بن أبي الصرح يقتل، طب لما لم يقتل؟ سامحه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سامحه لأنه بايعه فانتهى الأمر. عبد الله بن خطر قتله النبي صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأبي هو وأمي، لا ندري أو يسامح أم لا، يبقى إذن حق النبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما في هذا الباب. حفظ جناب الأنبياء، قام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يبدأ في الحلول بحفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، فقال لا تفضلوا بين الأنبياء، قال لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى عليه السلام. وهذا فيه شيء من الإشكال، لأن الله تعالى قد خلق الخلق وفاضل بينهم حتى في الأنبياء، صريحا في قول الله جل في علاه ولقد فضلنا بعض الأنبياء بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورة. وأيضا قال الله تعالى رسلا قد قصناه عليك رسلا من قصناه في حياة، وكلم الله موسى تكليما قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تفضيله التصريح في الكتاب. يبقى إذن هل نقول في تعارض بين الكتاب والسنة؟ أبدا، فقد خرجت من مشكات واحدة، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم يكون من السنة أو من القرآن. قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى أنت لتبين للناس، فالسنة وحي كما قال الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا تعارض بينهما. يبقى إذن نحن نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني عن موسى، هذا ليس على العموم، هذا لا يحمل على العموم بل يحمل على التخصيص، وإلا فهو قد فضل نفسه عليهم عندما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر،
هو سيد البشر أجمعين والأولين والآخرين، وإن الله قد أحياهم جميعا له فقام فصلى بهم إماما بأبي هو وأمي. يبقى إذن قوله السلام لا تفضلوني على الأنبياء، أو قال لا تفضلوني على موسى، هذا على التخصيص لا على التعميم، وإلا فالإجماع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام، هم أولو العزم من أولو العزم من الرسل، وأفضلهم وأكرمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا سيد آدم ولد آدم ولا فخ. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيدي ما زرع الله وما خلق وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن التفضلون لا تفضلوني على وجه التخصيص، إيش هو التخصيص؟ لا تفضلوني على وجه يكون به التنقيص من الغير، لا تفضلوني على الأنبياء وعلى موسى على وجه يكون فيه التنقيص من موسى عليه السلام، وهذا حفظ الجناب كما قلنا حفظ الجناب الأنبياء. فقال لا تفضلوني على موسى من أجل أن هذا يؤدي أو يستلزم في أعين الأغرار الأغمار الذين لا يعقلون التنقيص من المفضول مع بيان فضل الفاضل. إذن قول السلام لا تفضلون على موسى كما قلنا هذا على التخصيص وليس على التعميم. ثم ذكر السلام فضل موسى، وهذا السياق يثبت لك المراد، السياق يثبت لك المراد، لأن المراد من قوله لا تفضلون على موسى على التخصيص لا على التعميم، لأنه أتى هنا بفضل إيش؟ أخذ يأخذ يتكلم ويذكر فضل موسى عليه السلام من أجل أن يفهم المرء فضل موسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام كالأنبياء له الفضل، وأنه لا ينتقص من قدر موسى عليه السلام، بل هو من أولي العزم من الرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى، قال ينفخ في الصور فأكون أول من يبعث، أو قال ينشق عنه القبر. فأرى موسى عليه السلام متعلقا بقوائم العشر، ثم قال ما أدري هو أفيق قبلي أم أنه أخذ بصاعقة الطور، فكان ممن استثنى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال ونفخ في الصور ففزع من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله. فهل هذا وقع تحت الاستثناء؟ موسى عليه السلام نزل تحت الاستثناء أم لا؟ هذا الذي يقوله المسلم. الحديث فيه إشكال، أين الإشكال؟ ها باشمهندس، فصاعق من في السماوات وفي الأرض، إيش الإشكال فيها؟ من قال ذلك؟ هو نفسه يقول لا أدري هو صعق أم لا؟ لا أدري، لا أدري أن هذا إشكال. ليس هناك إشكال في هذا، أول من يشق على عالم القبر هو نفسه صحيح. يا جماعة الخير، طيب أنا أقرب لكم المسافات ولا بلاش؟ اسمعوا جيدا، سأقرب المسافة الآن. النفخ في الصور لمن؟ النفخ في الصور يكون الصعق لمن؟ ممتاز للأحياء. طيب ادخل، أنت وقفت على الباب الآن لك أن تلج، ميت، هذه هو الإشكال. ممتاز، هاي البركة دات، هذا هو الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينفخ في الصور، طيب وبعد النفخ في الصور وإيش؟ موت للجميع. طيب موسى عليه السلام ميت، موسى عليه السلام ميت، إلا أن يقال أحياء الله تعالى ثم نفخ في الصور فإيش؟ فمات بعد ذلك. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنني رأيته يصلي في القبر، هذه حياة أخرى، هي الحياة الإيش؟ البرزخية، صحيح ولا لا؟ لكن الصعق هذا لمن؟ للأحياء. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لما نفخ في الصور، الحديث اقرأوا ارجعوا الحديث، هو نفخ في الصور، طيب؟ فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. بس اصبر، يبقى هنا قال ينفخ في الصور، طيب فيصعق من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا أدري أهو من استثنى الله أم لا؟ يبقى إذن هذا إشكال ولا غير إشكال؟ لأنه سيصعق من في السماوات وفي الأرض من كان حيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل هو ممن استثنى؟ يبقى إذن موسى إيش؟ على الحياة كان حيا، مفهوم هذا هو الإشكال. هو قال فصاعق، ما قال قيام، قال فيصعق ومن في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله، ففي الآخر قال لا أدري أهو ممن استثنى الله أم لا. يبقى مع ذلك هو كان من ضمن هؤلاء الذين إيش؟ يصعقون، فهم يعني إلى الآن مش مفهومة. يبقى نترك الدرس ونمشي، الله يبارك فيكم، النوم أريح بدل الإرهاق اللي احنا فيه. وصلت درس العربية، الحمد لله الحمد لله، فتح الله باب عقلك، الحمد لله أن باب قلبك مفتوح، الغرض أن باب قلبك مفتوح. الغرض المقصود بأن هذا الإشكال يمكن أن يحل بأن نقول بأن قول السلام ينفخ الصور المقصود به، وأن كان التوريه فيه نظر، لكن هو حقا توريه يكون سديدا، بأنه يقصد بذلك أنها نفخة فزع لا نفخة موت،
نفخة فزع، لا نفخ لأهل الموقف، بل نفخ لا وليست نفخة موت. والدليل على ذلك أنه قال فأفاق، ما قال فبعث. قال على موسى قال فأفاق وما قال فبعث. ثم بيّن فضيلة موسى عليه السلام كان يتعلق بقوائم العرش، وهذه أيضا فضيلة لموسى عليه السلام. لكن أنا أرد المقصود أن هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى، المقصود بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قطع باب أو حسم المادة لا يكون التفضيل. التفضيل يستلزم التنقيص من المفضول، وأيضا ليحترم الناس جميعا فضيلة الأنبياء أو جناب الأنبياء المقدس، ولا يتجرأ أحد على الأنبياء. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من ينشق عنه القبر، فإذا موسى يأخذ بقوائم العرش، فيه أولا دلالة واضحة جدا على أن عرش الله جل في علاه له قوائم، وأن هذه القوائم حقية، وأن موسى عليه السلام تعلق بقوائم العرش. وأيضا فيها أن موسى عليه السلام كان يعني معنا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدري أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أم أخذ بالطور. والصحيح الراجع أنه ما أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأولية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الأولية للأمة التي بعث فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون. فأولية عبور الصراط للأمة الإسلامية، أولية دخول الجنة للأمة الإسلامية، ولا يدخلون إلا أيضا باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال الملك عندما دق الباب قال من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال بك أمرت، يعني لا بغيرك، بك أمرت لا بغيرك. فالأولية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم والأفق بيادي لواء الحمد يوم القيامة، الجميع ينزلون تحت راية ولواء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا موسى عليه السلام أخذ بالصعق الأول، إيش الصعق الأول؟ صعق الفزع الشديد الذي كان فيه الزلزلة، عندما قال ربي أرني كيف أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فهذا الصاعق الذي لحق بموسى يوم الطور قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ به، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه قد حسبه له من الفضل، فلم يفزع أو لم يصيبه الصاعق الأخير الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل التعلق بهذا الحديث أيضا بأن النبي حديث الكثيب، لا الحديث الثاني في حديث الموت. طيب هذه يبقى إذن عندنا المسائل العلمية في هذا الباب، مسألة كما تكلمنا عن أربع مسائل، الختام في الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى فضل النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ جناب الأنبياء، وهذا واجب عليه وواجب على الأمة بأسرها، وألا نقبل أي قطح في أي نبي أو أي جناب نبي من أنبياء الله، بل أصل الإيمان الإيمان بجميع الرسل وحفظ جناب جميع الرسل، كما قال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله الآخر الآيات. قال النبي قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، معناها كذبت إيش؟ رسولا واحدا. فلذلك لابد من الإيمان بجميع الرسل وأيضا حفظ جناب جميع الرسل. الفائدة الثانية الأصل الإيمان الإيمان بجميع الرسل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الفائدة الثالثة فضل موسى عليه السلام، وفضل موسى عليه السلام ظهر هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من شق عن القبر، ثم أرى موسى متعلقا بقوائم العرش. هذه فضيلة لموسى عليه السلام حتى قبل إبراهيم قبل عيسى قبل أولي العزم من الرسل. وأيضا من فضيلة موسى عليه السلام ما ظهر منه عندما قال له آدم أنت موسى بني إسرائيل خط لك الله التوراة بيده واستفاك برسالاته، وهذه فضيلة ومنقبة التوراة فضيلة، أن عيسى عليه السلام لا يأتي بتوراة خاص، ده جاء فقط لنسخ بعض الأحكام وين في التوراة، ما جاء بشرع جديد، يعني هو جاء بنفس تعليم التوراة. ولذلك 70 نبيا بعد موسى عليه السلام يحكمون بيش يحكمون الناس ويسوسون الناس بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، الدلالة على فضيلة موسى عند ربه جل في علاه. أيضا أكثر الأنبياء تبعا خلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو موسى عليه السلام. فضل موسى هنا أظهر عليه السلام في هذا الحديث. الفائدة التي تلي هذه الفائدة بأن اليهود قوم حسد، قوم بغي، قوم يعني يبغضون يجحدون بالحق ويبغضون النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد من علمهم بأولادهم كما بين الله جل في علا ذلك، يعرفونه كما يعرفونه أبنائهم بل أشد وفوق. وكان ابن أشرف لما قيل له من هو حوي بن أخطب على ما أعتقد قيل له أهو قال هو أهو هو اللي في التوراة هو قال وما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، قال حقدا وحسد. لذلك قال الله جل في علا بسرعة الآيات التي تثبت ذلك. نعم.
لا لا، ود كثير، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أكملوا حسدا من عندي أنفس، حسدا من عندي أنفس، نعوذ بالله من الفسلان. ولذلك ترى هذا الرجل أراد التنقيص من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بالتعريض، أراد التنقيص من محمد صلى الله عليه وسلم بالتعريض، بأنه قال والذي فضل موسى على العالمين، والذي فضل وطبعا محمد صلى الله عليه وسلم من العالمين، لذلك لطمه الأنصاري. هنا نقول العهد هل ينخرم بذلك أم لا؟ الحق أنه لا ينخرم، العهد لا ينخرم، لأنه إيش؟ لأنه عرض لم يصرح في ذلك، لكن عقد الذمة ينخرم إذا تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض النبي صلى الله عليه وسلم أهل الذمة، إذا يعني الشرط عليهم ألا يتعدوا على أنبياء الله جل وعلا، فإن تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم ينخرم عهده، ولما لم يفعل ذلك لم ينخرم عهده. وأما الأنصاري الذي لطمه، لطمه لأنه فهم منه أنه يريد إيش؟ يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه القصاص، وما قال للثاني الطمل أنه له وجه فيما فعل. هذه بالنسبة للفوائد على هذا الباب، الباب الذي هو ختام باب فضل موسى عليه السلام، الكلام على ملك الموت. والمعتزلة يردون هذا الحديث، طبعا المعتزلة والذين ضاقت صدورهم بقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ردوا هذا الحديث، لأن العقول الخربة غطت على القلوب النقية، فصارت قلوب إيش؟ هي أيضا منقلبة، قلوب سوداء كالكوز مكخية. وقد قال وعليها الران، قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الغرض المقصود بأن ملك الموت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لموسى عليه السلام فقال له أرب ربك، فلطمه موسى عليه السلام. موسى كان قويا جدا، ما من نبي إلا وبعث في قومه له قوة 40 رجل. وتعلم قوة موسى أيضا بأنه إيش؟ قال الله جل في علاه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه إيش؟ ها أتى بالسيف فقطع رقبته. قال فوكزه موسى فقضى، وكزه هذا أمر إيه؟ كأنه دفعه دفعا يسيرا، وكزه موسى فقضى عليه. وأيضا لما ورد المرأتين قال الله تعالى فساقى لهما ثم تولى إلى الظل، ساقى لهما يقال أن هذا غطاء البئر كان يعني 40 يحملونها أو يدفعونه، فلما ساقى لهما حتى هي قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت إيش؟ صدرت الباب بإيش؟ قوة أولا، القوي الأمين. فلما جاء ملك الموت، والحق بأن السياق جاء على صورة إيش؟ رجل، لم يأتي على صورة ملك، هو جاء على صورة غير الصورة التي جاء فيها، فلطمه موسى ففقع عينه فذهب إلى ربه فقال إنك بعثتني لرجل لا يريد الموت، فرد عليه عينه ثم رجع فقال له ضع يدك على متن ثور إلى آخر الحديث. أولا من المسائل أن الملائكة تتشكل وتتصور بصورة البشر أو بأي صورة، أعطاهم الله قوة في ذلك لأنهم خلقوا من نور، يستطيعون التصور والتشكل في أي شيء. والقوة الملك أنه يرجع على ما كان عليه، أو رجع على ما كان عليه، فإن الله رد عليه عينه. فهنا ميكائيل أو قل ملك الموت دخل على موسى عليه السلام وكان متصورا بصورة رجل، وجبريل عليه السلام كان يأتي للمسلم على ذلك. لما سئل للمسلم على الوحي كيف يأتي، ذكر أن أخف طريقة في الوحي هو أن يأتي على صورة إيش؟ بشر، فيلقنه فيحفظ منه ثم يبلغ. وهذا في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل عليه السلام دخل على المسلم قال رأينا رجلا جاء من سفر لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. ثم قال فأسند، جاء فجلس فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الحديث قال للمسلم ردوه التمسوا الرجل، فلم يلدوه، فقال تعلمون من هذا؟ هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، جاء يعلمكم أمر دينكم. فجبريل كان يأتي على صوت الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني جاءت تقول المسلمة يعني ما باله دحية، أو عائشة قالت ما باله دحية، وكان دحية هذا هو إيه؟ هو الملك، هو جبريل عليه السلام. أكثر ما كان يأتي على صورة دحية، فيأتي الملك يتصور بصورة البشر، فتصور هنا الملك بصورة البشر ودخل على موسى عليه السلام. المسألة الثانية أنه جاءه فقال له أجب ربك، طبعا أنت عارف ملك الموت يأتي الرجل يقترب منه يقول أجب ربك، فقام موسى فلطمه. هنا حار وكار الناس في هذا الباب، من قبل الحديث من المعتزلة أخذ في الخيالات وقال موسى تهيأ وتخيل عيانا وأمثالا أمامه، طبعا كما يعلم أصحاب القلوب والعقول الخربة القلوب المذبذبة. وأما الآخرون فردوا الحديث كليته، ردوا حديث قتل ده لطم موسى لملك الموت، قالوا كيف ملك طوله من السماء إلى الأرض وفيه ما فيه من القوة وهو يقبض الأرواح بهذه الطريقة الانسيابية ثم يفقى موسى، يستطيع موسى أن يفقى عينه؟ هذا لا يمكن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. خربت أذهانهم وضلت أفهمهم وزلت أقدمهم لعدم علمهم،
لكثير جهلهم لا يعلمون، لا هم يعلمون اسنادا ولا متنا. الغرض المقصود هذا الحديث كالشمس، وان موسى عليه السلام لطمه. والتوجيه الثاني والتوجيه الصحيح توجيه امام الائمه ابن خزيمه، قال بانه جاء على صوره ايش؟ رجل، فوجد موسى راى رجلا في بيته دون استئذان. كيف دخل؟ كيف دخل هذا؟ تصور الصور كيف دخل. فهذا صائل، فلطمه على انه ايش؟ صائل، من باب دفع الصائل. وشريعتنا لا تأبى ألا تقبل هذا، تقبله لأن هذا من باب دفع الصائل. فكأن ملك الموت الآن بصورة البشرية، ودخل دون أن يعلم موسى عليه السلام، دون أن يرى موسى دخوله. فلما وجده دخل عليه وقال أجب ربك، فلطمه دفعا للصائل، ففقع عينه فرجع إلى ربه جل في علا، فأعاد عليه عينه فقال ارجع إليه وقل ضع يدك على متن ثور. الكلام هنا فيه أمر، لأن بعض العلماء من القرطبي وغير القرطبي يقول بأن الأجود في التوجيه بأن موسى عليه السلام لطمه تأديبا له، لطم ملك الموت، دخلنا في نفس الوعكة، لطمه تأديبا له، وكان اختبارا من الله ابتلاء على ملك الموت أن موسى يعني يضربه على وجهه ويفقع عينه. وهذا كلام صراحة بعيد جدا وليس بمستحسن، وأن هو من موسى يؤدب الملك ولما الملك أصلا قال فيه الله فعل لا يعصون الله ما أمرهم يفعلونا ما يؤمرون، ولما تأدبا في إيش؟ قال أنه جاء بعدم بأنه لم يظهر العلامة أن هذا من الله تعالى، أنه يريد أن يقبض روحه، والعلامة عنده أنه يخيره بين الحياة وبين الموت، فأدبه موسى لطمه لأنه تعجل فأدبه بلطمه. هذا خطأ مبين صحيح راجح ما قاله إمام الأئمة ابن خزيمة، وقال أن التوجيه في ذلك أنه دخل على صورة رجل وكان قد تصور المكان وإنه لم يستأذن، فعلم موسى أو ظن موسى أنه من إيش؟ أنه من باب الصائل، فدفعه لطمه دفعا له أو دفعا للصائل، وكان له الوجه في ذلك، ولذلك لم يعاتب. ثم جاءه مرة أخرى في المسألة الثالثة، أنه لما جاء المرة الثالثة جاء بعلامة قوية وقال إن ربك يقول ضع يدك على متن ثور. ثم قال ماذا بعد ذلك؟ يعني ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن، قال الموت، قال إذن الآن. في مسألة التخيير للأنبياء خاصة دون باقي البشر، بأنه ما من نبي يقبض إلا ويخيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عند الله جل وعلا، كما خطب نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر نبيا خيره الله تعالى بين ما عنده وما بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فابتسم القوم وبكى أبو بكر حتى أنهم استغربوا لما يبكي رجل خير بين ما عند الله وبين الدنيا، فاختار ما عند الله، وهذا الاختيار الصحيح. فلما رأوا أبا بكر يبكي اندهش الجميع، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن أبا بكر كان الأفقه من هؤلاء جميعا، علم أن التخير كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي يخير إلا ويظهر فضله في التخير بأنه يختار ما عند الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ هي لما نظرت عائشة له وتسوت وسمعته يقول اللهم رفيق الأعلى، قالت علمت يقينا أنه يختار ما عند الله لا يختار أن يكون بيننا، فقال اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى. هنا موسى عليه السلام أيضا عندما خيره ملك الموت اختار ما عند الله جل في علاه، قال الآن، قال يا الآن. وهنا لما يقول له ضع يدك على متن ثور، فهذا لو قدر، هذه إشكال، لأنه قد قدر عمر موسى، قدر عمر موسى، وهنا يأتي الملك ويقول له ضع يدك على متن ثور، فبكل شعرة تعيش عاما مثلا أو سنة. طيب، فهو قال وماذا بعد؟ قال الموت. قال إذن الآن. طب لو قال نعم، القدر مكتوب محسوم بأن هذا هو عمر موسى، نعم هذا من قدر الله جل في علاه، وأن من قدر الله جل في علاه أنه يرفض وأنه يختار، أنه يختار ربه جل في علاه، فاختار ربه، هذه فضيلة، دلالة على فضيلة موسى عليه السلام أنه اختار ربه جل في علاه. قال إذن الآن. ثم قال النبي، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة. إيه الأرض المقدسة؟ هي بيت المقدس، بلاد الشام، بيت المقدس. العلماء قاطبة يقولون بأن هذا تبرك بالأماكن، يتبرك بالأماكن المقدسة، هذا خطأ مبين، والتبرك لا يكون بهذا بحال من الأحوال بالأماكن ولا بالأشخاص، لا يكون تبركا بحال من الأحوال إلا وفي الأمكنة خاصة، لا يكون التبرك إلا التبرك بمواطن ثلاثة أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وحتى التبرك بهذه الأماكن التبرك فيها بمضاعفة الأجور، مضاعفة الأعمال، أن الصلاة بمئة ألف صلاة في المسجد
الحرام وبألف صلاة في المسجد النبوي. وإن كان حسن بعض العلماء حديث 500 صلاة في بيت المقدس، المهم أنها البركة فيها بمضاعفة الأجر أو مضاعفة العمل بأضعاف مضاعف هذا التبرك. أما التبرك بالأماكن هذا خطأ مبين. وأما توجيه قوله سلم بأنه سأل بأن موسى عليه السلام سأل ربه جل في علاه أن يدنيه من الأرض المقدسة لأمرين اثنين. الأمر الأول بحسن الجوار، لأن الأرض المقدسة فيها الأنبياء ودفن فيها الأنبياء، فحسن الجوار. وهنا يعطيك لفتة عظيمة جدا بأنك تبحث عن حسن الجوار حيا وإيش وميت، تبحث عن حسن الجوار حيا وميت. لذلك أنت ترى أن من الجز فقهيا أنه لا يجوز دفن الرجل المسلم في بلاد في مقابر المشركين. لذلك احتار الفقهاء في مسألة مهمة جدا، احتار فيها إيش هي المسألة المهمة. لو كافرة حملت في إيش في طفل مسلم، أين تدفن؟ هل تدفن من قبل المسلمين؟ تدفن من قبل المشركين؟ هي مشركة تدفن من قبل المشركين. وحسن الجوار، طب الولد الطفل مسلم وهو يتبع أباه، فكيف؟ فهم قالوا طبعا أصلا بأنه يتوسط المسألة يكون ظهرها وبطن البطن أصلا ورأس الطفل يكون تجاه القبلة، والثانية إيه إلى الظهر. الغرض المقصود بأن هذه المسألة مسألة ظاهرة جدا في هذا الباب، حسن الجوار حتى عند الممات، فاختار الأرض المقدسة من أجل ذلك. هذا الأول. الثاني بأنه التوجيه الثاني بأنه لما طلب أن يتقرب إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، أن هذه الأرض هي أرض المحشر، أن هذه الأرض هي أرض المحشر، لذلك أراد أن يكون على هذه الأرض. المسألة الأخيرة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في قبره يصلي. وقلنا أن هذه الحياة حياة برزخية، وأنه لما رآه يصلي كانت في الحياة البرزخية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت يعني ثم يعني هناك لأريتكم قبره، أخفى الله قبره. وهذا أيضا من المسائل المهمة جدا، كونا بأن الله جعل أخفى قبره كما أخفى عمر بن الخطاب قبر دانيال، وكما أخفى قبر يوسف عليه السلام. لما؟ لحسم مادة الشرك، لحسم مادة الغلو، والغلو هو وسيلة عظيمة إلى الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإن الغلو إنما أهلك من كان قبلكم إيش الغلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى عن الكلمات التي يكون فيها يعني التنظير بأن هو يساوي العبد ربه جل وعلا. حسم مادة الغلو في أحد، فقال بأن الناس إذا رأوا قبر موسى يغالون في ذلك، يذهبون إلى التبرك إلى التوسل إلى الدعاء عند القبر، ثم ينقلب الأمر إلى إيش إلى عبادة، التوسل به أولا ثم العبادة بعد ذلك. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، وهذا ختاما لفضل موسى عليه السلام. دفع الصائل يجوز في حق المرء، بل قال بعضهم إيش واجب، قال بعضهم واجب، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، قالوا هذه المح بالوجوب. الفائدة الثانية قوة الملك في أن يتشكل ويتصور بالبشر. من الفطنة حسن الجوار، اختيار حسن الجوار، من الفطنة اختيار حسن الجوار. لذلك هم قالوا لا تبحث عن الدار ولكن ابحث عن ايش عن الجار. لذلك كان بعضهم يعني يبيع مثلا باع داره بأربعمائة ألف، يقول عشرة ألف، يقول خمسين ألف مثلا، بخمسين ألف أو بمائة ألف للدار والباقي لإيش لحسن الجار. وإحنا لا نقول ندري، لأن الله في علاه فضلوا على الأنبياء جميعا وقال أن سيد ولد آدم ولا فخر، وهذه من السيادة وهذا من التقديم، هذا هو. وإلا فإنهم بعض العلماء يقولون لما قال تفضلون على موسى قالوا قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل من موسى قال ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، شكر الله لكم صبركم على الطلب، أحسن الله إليكم.